بسم الله. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الواسطه، ازاي الواحد يبقى ليه واسطه قويه في كل اداره في كل شركه، ويبقى ليه واسطه في كل مكان. اولا قبل ما حد يقول لي حلال ولا حرام، حرام لو انا باخد حق مش حقي، لو انا بتعين لمجرد ان فلان ده صاحبي او فلان ده قريبي او فلان ده موصي عليا او الحاجات دي كلها، لو خدت حق مش حقي بده حرام. تمام، بس خلينا كواقع عملي، انا بيجي لي 10 سفهات، في 9 فيهم انا مش واثق المعلومات فيها صح وغلط، لان اغلب السفهات اللي بتيجي لنا الصراحه بتبقى سفهات مضروبه، تمام، وبيبان بسرعه، فلو حد كتب اي معلومه غلط في السي في يا ريت تصلحها عشان ما يبقاش موقف وحش. وفي واحد انا قبل كده مثلا احتجته في حاجه واتصلت بيه والراجل مشكور شرحها لي، وانا قابلته وعارف ان هو الراجل ده اخلاق كويسه وراجل متواضع وراجل ما بيكتبش معلومه وراجل عنده علم، بالدليل ان هو شرح لي الجزء دوت. فدخلت للمدير قلت له الراجل ده كويس على ضمانتي هاته، تمام. وبيحصل كتير جدا ان المدير بيقول لنا اخوانا انا عايز حد يكون كويس مهندس ميكانيكا، اللي يعرف حد كويس وضامنه يجيبه، بدل ما نقعد نضيع وقتنا في سفهات وانترفيوهات وكده، لا لو تعرف حد كويس هاته على ضمانتك، تمام. وانا مش هجيب حد وحش في شركتي ابتلي بيه نفسي، فاكيد هجيب حد يكون كويس واثق فيه، تمام. فدي فكرة الواسطة النظيفة الكويسة الحلال. طب ازاي اعمل لنفسي خليها بقى علاقات عامة او علاقات اجتماعية في المجال بتاعي؟ ممكن وانت لسه في الكلية ان انت تبدأ الدفعة بتاعتك او الدفعة اللي تحتيك الدفعة اللي بعديك تقول لهم تعالوا اشرح لكم الجزء دوت، فلما انت بتشرح لوجه الله ولفادة الناس ممكن حد فيهم يتخرج ويشتغل ويتصل بيك ويقول لك الشركة عندنا طلب واحد كويس وانا واثق ان انت راجل بروفيشنال في النقطة دي، تعالى اشتغل معانا، تمام. ثق ان اي حاجة هتعملها لوجه الله هتترد لك، يعني لو مش بطريق مباشر هتلاقي السماء بتمطر ذهب وبتجي لك الحاجة، مفيش حاجة تعملها لوجه الله هتضيع، تمام. ممكن عن طريق مثلا ان انت تتفق مع اي جامعات خيرية تبدأ تشرح هناك، زي جمعية رسالة، جمعية ملتقى الدارين، أي مكان كويس بيشرح مادة كويسة تبدأ تشرحها. ممكن على اليوتيوب تبدأ تسجل دروس وتبدأ تحطها على اليوتيوب، تمام. المهم إن أنت تبدأ ما تكتمش معلومة، احنا عايزين كل العلوم تترجم وتشرح بالعربي بسهولة، سواء طب، هندسة، حقوق، تربية، كل المجالات. أنت لما بتعمل كده أنت بتفيد نفسك وتفيد المجتمع، تمام. ممكن برضو من ضمن الحاجات اللي تعمل علاقات ان انت تشوف مواقع كويسة جدا زي لينكد ان، تبدأ تعرف على الشخصيات الكويسة في مجالك وتعمل لهم اد وتبدأ تتكلم معاهم وتسأل فتبدأ في معرفة. انا صراحة عملت الموضوع ده كذا مرة واستفدت منه في لينكد ان، تعرفت على ناس كويسة وحصل مناسبات وكلموني واتكلمنا مع بعض. برضو شرحت لواحد حاجة في الشركة، ساب الشركة اتصل بيا تعالى احنا محتاجين حد يعمل امبلمنتيشن، واحد اتفرج على الفيديوهات والشركة محتاجة فبتصل بيا، فالموضوع فعلا من واقع عملي موضوع مفيد، مش تضييع الوقت، تمام. ان انت تشرح حاجة او ان انت تعمل علاقات عامة على لينكد ان، حاول مثلا كل شهر تقابل كل اصدقائك الكويسين المحترمين اللي انت واثق فيهم، تقعدوا حتى في اي كافيه تتعرفوا على بعض، تعرفوا اخبار بعض، ده هيفكوا ان يبقى في علاقات وعارفين السوق، فلو واحد حصل له اي دروب او وقع تلاقوا كلكم جنبه وتساعدوه وتقفوا جنبه وتشوفوا لو في شركة طالبة حد، طب تعالى في فرصة اهي في المكان الفلاني. وطبعا لو حد سيء اكيد مش هبتلي بيه نفسي، بجيبه في الشركة بتاعتي ويبقى معاه طول اليوم. اتمنى ان شاء الله موضوع الواسطة يكون وصل للناس، ونتمنى ان الناس تبدأ تعمل علاقات عامة واجتماعية في المجال، ويبقى علاقاتنا كلها كويسة وتبادل منفعة عامة لكل